الحبة الخضراء أو البطم أو ما تسمى باللغة الكردية القزوان هي شجرة برية تنبت على امتداد الجبال في المناطق الشمالية، تتزين بها عربات الخضار في موسم الربيع. لها فوائد واستخدامات عدة. هذا مصدر على جبل قندير صف إيران والعراق وقت الفلج، من يموح الفلج يطلع هذا القزوان يسير للبن للمعدة للقولون، فايدة مو شلون مكان يطلع علش من عنده علش ما يسمونه. القزوان هذا بيها استفادة، تخليها بالشنينة هيك تاكلها. هذا شجر ماله علش كردي بالكردستان اكو، بالإيران هم اكو، يعني بيها استفادة، يعني ما بي في شيء مزهر. أنا يعني كل 3 أيام 4 أيام اشتري نص كيلو. وأيضا من استخدامات البطن وبعد تحميصه وطحنه تعد منه قهوة خالية من الكافيين، فقهوة القزوان ذات المذاق الزكي لها متذوقيها. قهوة القزوان أو قهوة البطن اللي هي قهوة كردية يميز الثقافة الكردية. الطريقة اللي نستخدمها نضيف لخاشوقة وعند قهوة البطن والحليب، ونضيف له شوية عسل ونخليه على نار هادئة خلال يعني 5 دقائق وتسخن، ونقدم ويتقدم حارة ساخنة. أكثر شيء يعني اللي يجون من الشمال يرغبون القهوة البطم القزوان، أكو من يرغبها شوي بحلا، أكو لا إذا بدون حلا مثلا. لا تتوقف استخدامات الحبة الخضراء عند الأكل أو العلكة أو القهوة، فأيضا تصنع منها المسبحة. صناعة مسبحة القزوان ما زالت رائجة وتعتبر من الفلكلور الكردي. هذا جيبونه حباية مالته هي وطرية، يجوا يخلونه بالإبرة طبق طبق طبق، وين يخلونه بكان في هو يجي بس مكيف منه شهرين 3 4، عاد مكيف يصير يابس، كل ما يسبح بيه كل ما يسبح بيه كل ما يصير قديم يلا لونه شوي شوي ينقلب. دنج التسبيح شد. هناك سبح يبلغ عدد حباتها 100 حبة أو 200 حبة وحتى 300 حبة، وفي العادة من يحمل المسبحة للجمالية تكون ذات 200 حبة والتي تمتاز بطولها وطول ميداليتها، لكن من يحمل المسبحة للأذكار تكون عدد حباتها 101 أو 99 على عدد أسماء الله الحسنى. سعر المسبحة يعتمد على نوع القزوان، يبدأ من 5000 دينار إلى 300 دولار. القزوان الممتاز يبقى كما هو حتى لو استخدمته 10 أعوام، لا يفقد لونه وشكله. القزوان الجيد يتم معاملته بزيت الجوز للحفاظ على رونقه ولمعانه. أسيل الربيعي لبرنامج صباح الخير يا عراق، كركوك.